أحد الدكاترة المصريين المعروفين على مستوى العالم بيحكي عن سر من أسرار نجاحه، بيقول: وأنا صغير كان من ضمن هواياتي ممارسة لعبة البينج بونج. كان مستواي فيها ضعيف جدا، لكن كنت بعرف ألعبها كويس، ولما رحت أعرض نفسي على أندية كبيرة ولا نادي فيهم رضي ياخدني، فاضطريت ألعب في أحد الأندية الشعبية. في الوقت ده واجهت نقد كبير وتريقة ما يعلم بيها إلا ربنا، لأني كان فيه أكتر من 2000 لاعب محترف وأنا لسه مبتدئ. يعني أنا كنت هعمل إيه وسط اللعيبة الحيتان دي؟ وفي يوم سمعت عن بطولة في لعبة البينج بونج، اللي كان بينظم البطولة دي قهوة في منطقة شعبية. كان عندهم ترابيزة حاطينها في الشارع، وبالرغم من كده ما ترددتش، جريت على طول وسجلت اسمي ولعبت البطولة وكسبت الجايزة. بيقول: تخيلوا الجايزة دي كانت إيه؟ كانت كوباية شاي. طبعا أنا وقتها طوب الأرض ضحك عليا، بقى أنت مبهدل نفسك علشان في النهاية تكسب كوباية شاي؟ وكمل وقال: طبعا أنا مدرك أن كوباية الشاي ملهاش علاقة أبدا باللعبة، لكن تصدقوا أن كوباية الشاي البسيطة دي هي اللي خلتني أتمرن أكتر وأشتغل أكتر على نفسي. وبعد فترة اتنقلت من نادي الشعب لنادي أكبر، فلقيت نفسي بتمرن أكتر ومستواي بيعلى. وبعد شوية لقيت نفسي بتنقل لنادي أكبر، وفي أقل من سنة بقيت بطل مصر. بيقول الدكتور: الفرق بيني وبين 2000 لاعب اللي كانوا يعني بيخوفوني منهم إني ما كنتش بهزر، ما كنتش بضيع وقت، كنت بتمرن كل يوم أكتر من 6 ساعات، كنت بروح أتفرج على اللعيبة المنافسين وأرسم حركات رجليهم، فلما كنت أجي ألعبهم كنت ببقى حافظهم، حافظ كل حركة كانوا بيعملوها. كنت بقف قدام المراية وأقول لنفسي: أنا هنجح، هنجح يعني هنجح. أنا كنت بعمل كده علشان كنت جعان نجاح، ولولا الموقف البسيط اللي انتوا شايفينه ده ما كنتش هبقى دكتور إبراهيم الفقي اللي انتوا قاعدين بتسمعوه دلوقتي، اللي فضل يقوم ويقع والدنيا تشيل وتحط فيه لحد ما بقيت واقف قدامكم دلوقتي وبتسمعوني. ملخص الحكاية إن اللي عايز ينجح هينجح، مش هيقعد قدام جيمز أو يضيع عمره قدام لعبة على الموبايل. إيه المشكلة يا أخي لما تعافر في الدنيا شوية، انحت في الصخر؟ إيه يعني لما تتعب سنة ولا 2 ولا 10؟ اشتغل أي حاجة هتقابلك، اوعى تبطل شغل. في السكة هتلاقي ناس بتظلمك، ناس بتيجي عليك، ناس هتتريق، بس انت كمل شغل، ما تسمعش الكلام حد ولا يهمك. لما تتعب اشتغل، لما تيأس اشتغل، لما تحبط اشتغل، لما جسمك يوجعك من كتر الشغل أحسن ما يوجعك من كتر النوم. طب وقعت قوم تاني، طب قمت تاني وقعت قوم تالت وعاشر ومية، مادام روحك فيك وبتتنفس اوعى تيأس من المحاولات. ولازم تعرف ان المتعة في الرحلة، في المشوار الطويل اللي مليان مطبات، هتتعرف على ناس، هتعمل علاقات، هتاخد خبرات. المتعة في المسافة يا صديقي صدقني، وكلما ضاقت كلما فرجت. يا شباب ربنا كريم وشايف تعبك ومجهودك، يمكن اللي انت مستنيه اتأخر شوية، لكن صدقني هيجيلك وهيجيلك الأفضل كمان، اللي انت حرفيا ما كنتش تتوقعه. وبكرة ان شاء الله هتفتكر كلامي وانت بتتعجب من نعمة ربنا عليك. تعال نسمع رسالة. ازيك يا محمد؟ دلوقتي انا خريج كلية هندسة وكنت مجتهد جدا في دراستي الحمد لله، بس جالي اكتئاب والله من اللي بشوفه. اما الاقي مطرب ولا لاعب كورة ولا مغني بياخد فلوس بالملايين وانا معايا هندسة وغيري معاه طب ولا صيدلة ومعاهمش جنيه، ده ليه اصلا يحصل؟ وده ايه الظلم ده؟ الشهادة دي اوديها فين يعني؟ اولع فيها ولا اعمل ايه؟ مش فاهم ليه ياخدوا ملايين ويعيشوا احسن عيشة رغم انهم ما بيتعبوش، واحنا نقعد حاطين ايدينا على خدنا مستنين الفرج بالشهادة دي؟ ما كناش تعبنا من الاول بقى ولا ذاكرنا؟ حقيقي ده مش عادل ابدا. طيب قول لي، عايز نرد عليك بايه؟ الاجابه النموذجيه اللي هتريحك نفسيا واقول لك ان الميزان فيه خلل وفيه ظلم وانكوا اولى من اي حد؟ صدقني مش هي دي الاجابه. الاجابه ممكن تزعلك حبتين،
لكن أنا مش هعرف أقولك غير الحقيقة اللي ممكن تخليك تشوف الأمور من زاوية تانية خالص. القصة كلها في مين تعب واجتهد علشان يوصل لحلمه في أي مجال. ليه في كتير باصين للناس ورزقهم ودايما ناقمين عليهم ومستكترين عليهم النعمة؟ في لاعب كرة تصور بعربيته الجديدة من كام يوم ونزلها على الفيسبوك، وبغض النظر عن التصرف سواء كان صح ولا غلط، لكن الشيء المرعب اللي لفت انتباهي كان في تعليقات الناس للأسف. كلام صعب جدا، شتيمة وإهانة وغيره، لكن معظم التعليقات كانت بتقول أنا خريج هندسة ومش لاقي أكل، أنا خريج حقوق ومش لاقي، أنا دكتور ومش معايا أجيب عجلة. على فكرة ده مش ذنبه، والشهادة مش منجم ذهب مجرد ما تاخدها هتنزل عليك فلوس من السماء. أي إنسان محتاج يتعب ويشقى ويعرق وياكل التراب علشان يوصل لحلمه أيا كانت شهادته. في السعي الروز بتتساوى، واللي يتعب أكتر هو اللي هيلاقي، يسهر وما ينامش، يقوم ويقع ألف مرة ويكمل ما يهمهوش. معاك طب أو هندسة وحاسس إنك منجحتش في حياتك، ده ذنبك أنت مش ذنب الناس ولا المجتمع. أنت اللي قاعد على رجلك أو على سريرك يا باشمهندس ويا دكتور وما سعيتش، ولو حتى سعيت شوية بس وقعت وما كملتش، ما ظهرش منك أمارة واحدة تقول إنك عايز تهبش من الدنيا الأحلام والطموح والفلوس والشهرة. والدليل إن في دكاترة ومهندسين كتير جدا ناجحين ومعاهم فلوس أضعاف مضاعفة من أي حد تاني. المطرب ولا الإعلامي ولا لاعب الكورة ولا حتى رجل الأعمال، أنت شفته لما وصل، لكن ما شفتش اللي كان بيدور في الكواليس. هو شاب زي أي شاب، لكنه تعب واجتهد في حياته واشتغل أكتر من شغلانة. اللي اشتغل في بنزينة واللي اشتغل سواق واللي وقف في فرن واللي جمد قلبه وجازف ودخل جوه النار وعدى وما خافش، لا اتكسف ولا استسلم ولا نام مستني الفرصة. كان بيطبق بالأيام والليالي وما سابش شغلانة اللي ما اشتغلها. كان حاسس بالمسؤولية من زمان، ومع شغله كان بيحاول في موهبته. سنين عدت كتير وربك في يوم اداله مكافأة نهاية الصبر. منجحش في يوم وليلة، نجح بتراكمات سنين كتير قوي كانت كلها شقة وعرق وكفاح. وربك مش بيحاسب بالقطعة، ربك بيحاسب بالمجمل على رصيدك من الصبر والعرق والسعي. النجاح عايز دماغ مش عضلات، وانتوا أكيد عندكم المؤهلات دي، بس محتاجين تبصوا لنفسكم أكتر ما بتبصوا لغيركم. صدقوني ساعتها هتبقوا في مكان تاني خالص، هتنجحوا وهتبقوا أفضل. فربنا يرزقكم من خيره اللي مش بيخلص، ويرزقنا بالرضا وراحة البال قبل أي حاجة تاني. استنونا. عم فوزي الراجل الجميل صاحب 71 سنة شاف كاميرات وناس عمالة تصور في الشارع، فقرر يقتحم لوكيشن التصوير. وأول ما دخل عم فوزي لقى الإعلامي محمود سعد هو اللي بيقدم البرنامج اللي بيتصور، وتقريبا المصورين كانوا بيطلبوا من عم فوزي إنه يبعد. وكالعادة الإعلامي محمود سعد أخذ باله وبدمه الخفيف وبذكاء شديد احتوى الموقف رغم اقتحام عم فوزي للتصوير. فبيقول لعم فوزي تعالى تعالى ازيك زعلان من ايه؟ فرد عم فوزي وقال له مش زعلان والله. رد عليه الاعلامي محمود سعد وقال له انت عارف هما كده بتوع التصوير دايما لبط بيفضلوا يقولوا لك ابعد ابعد. رد عم فوزي وقال له عملهم عملهم، يقصد يعني انهم بيشوفوا شغلهم. قال له محمود سعد عرفت بنفسك؟ قال له انا اسمي فوزي علي احمد السيد 71 سنة باخد معاش 935 جنيه، بشتغل وبلقط رزقي بالعجلة دي. وراح مشاور بإيده على العجلة. راح قطعه الإعلامي محمود سعد وقال له بتعمل إيه بالعجلة؟ رد عم فوزي وقال له بوزع عيش فينو للمحلات وبنزل من الساعة 5 بروح الساعة 6. راح أستاذ محمود سعد قطعه مرة تانية وقال له الساعة 5 إيه؟ قال له 5 الصبح. فرد وقال له بتنزل 5 الصبح وترجع 6 الصبح؟ قال له لأ، بنزل 5 الصبح وبرجع 6 بالليل. قال له باستغراب طب انت متجوز؟ قال له اه. قال له انت ساكن في شقة ايجار ولا تمليك؟ قال له ايجار. قال له وبتدفع ايجار كام؟ رد عم فوزي وقال له 150 جنيه. فقال له استاذ محمود وبتاكل بكام في الشهر؟
قال له عم فوزي والله لو حسبتها مش هنشتغل، هي مش محسوبة وعندي أولاد وكل واحد شايل نفسه. فقال له أستاذ محمود يعني أنت عندك 70 سنة وبتنزل تشتغل بالعجلة من 5 الصبح لحد 6 بالليل؟ رد عليه عم فوزي وقال له حتة جملة: أكل العيش وهي ماشية بأمر ربنا. أنا سمعت الحوار ده وضربت كف على كف. راجل عنده 71 سنة بينزل بالعجلة كل يوم بقاله حوالي 10 سنين من الساعة 5 الفجر ل6 المغرب من بعد خروجه على المعاش، كل ده علشان أكل العيش؟ لا كل ولا مل، كل ده علشان في ناس مسؤولين منه وفرقبته؟ عم فوزي نازل من بيته الساعة 5 الفجر ورمي توكله على ربنا، لا همه شعره الأبيض اللي زي قلبه، ولا فرق معاه تجعيد الشقة اللي الزمن حفرها في ملامحه، ولا حتى رجله الشلاب العافية. ورغم كل ده بيلف بالعجلة يوميا، بيعافر مع عمره ومع الزمن، وحالف ما يبطل سعي طول ما هو عايش وبيتنفس. ده بيتزامن مع شباب لسه قاعدين على القهاوي في البيوت وبيلعنوا في البلد والظروف، مستنين الشغل يدور عليهم. راجل عنده 71 سنة ولسه عنده الأمل ومكمل، لسه بيتحدى الظروف والوقت، ظهره مصلوب وساند نفسه ومدد إيده في قلب الدنيا وبياخد منها اللي بيتمناه علشان ما يتحوكش لحد. لا يئس ولا أحبط ولا مل. عم فوزي واللي زيه مثال وشرف ونموذج لكل شاب لسه في بداية مشواره، لكنهم تعبوا وجابوا آخرهم من الدنيا. خلصت القصة وخلصت الحلقة. أشوفكم على خير وإلى اللقاء.